وحضرتك بتتكلم عن الاجيال الحلوه دي يا كابتن فاروق، معاك صور صور جميله، عايزين نسترجع بيها الذكريات الحلوه كده، وتحكي لنا بقى قصه كل صوره. يا الصوره الاولانيه دي عز الدين يعقوب وانا مصور معاه، كانت الصوره دي في في استاد القاهره، كانت في استاد القاهره. في صوره تانيه دي هنا الكابتن عادل هيكل، كان حارس مرمى الاهلي، كنتوا بتلعبوا الاهلي وقتها، بنلعب الاهلي والمباراه دي كانت في استاد اسكندريه، استاد اسكندريه وكان ابو غيده وكان في طلعت، كانوا زمان بيقولوا يعني كان ليه شهره كده يقولوا طلعت القرد، نظرا انه سريع كويس. كابتن عادل هيكل كان حارس كبير، حارس مصر، منتخب مصر والنادي الاهلي. فدي برضك لها ذكريات معايا. وهنا نفس الصوره دي برضك، ميمي الشربيني وعادل هيكل وانا في وسطيهم كده. هنا بقى دي مع منتخب مصر. قول لنا بقى الجيل اللي واقف مين والاسماء، مين اللي كانوا اللي واقف؟ حسن علي، حارس حسن علي، كابتن حسن علي نجم الترسانة. والسياجي، السياجي المحلة محمد توفيق الزمالك، مشير الاهلي، هاني مصطفى الاهلي، كابتن هاني مصطفى، احمد كابتن احمد ماهر الاهلي، ابراهيم عبد الصمد الاهلي، فاروق جعفر زمالك، انا جنبه فاروق السيد، مصطفى رياض، كابتن مصطفى رياض الترسانه، وسمير مخيمر الاتحاد. ما شاء الله كان جيل عظيم. ده كان منتخب محترم يعني. هنا برضك ده نفس الصوره، ده فريق منتخب مصر، محمد وسياجي، كابتن محمد توفيق، محمد توفيق الزمالك، كابتن السياجي، فاروق محلك، فاروق جعفر، بوبو، هاني مصطفى، ميمي درويش، طه بصري، مصطفى رياض، وحسن، كانت حسن مختار، حسن مختار حارس مرمى نادي الاسماعيلي، الاسماعيلي منتخب مصر. طبعا. شكل الماتشات هنا يعني في اسكندريه، الاتحاد، الاولمبي، الترام، يعني مباريات كبيره. شكل المباريات كانت هنا بتبقى عامله ازاي، والجماهيريه الكبيره هنا لما الاولمبي لعب الاتحاد؟ لا، هي جماهيرية هنا في اسكندرية. الاتحاد الطرف الأكبر، يعني الجمهور كله طرف أكبر، ودي يعني أنا سمحتها بقى، عرفتها. ناس قدام قالوا ليه الجماهيرية راحت للاتحاد؟ الأولمبي هنا كان اللي عايز يشترك في الأولمبي قاعده في النادي لازم يشترك، يكون موظف يعني يشترك، يطلع له كارنيه. نادي الاتحاد كان فاتح البيبان على عامة الشعب، فكلها الشعبية كلها راحت للاتحاد، الساديروش كله راح على هناك، فبقت شعبيته كبيرة. من هنا خد هو، علشان كده الاتحاد اتسمى اتحاد سيد البلد، سيد البلد، والجماهيرية الكبيرة بقى، لأن الجماهيرية كلها عنده، لأن كان مفيش لا اشتراك ولا بتاع، تروح تتفرج، اقعد في المدرج، اقعد في أي حتة وتفرج. الصورة اللي بعد كده كابتن فاروق، هنا بقى الصورة العظيمة بقى اللي أنا بعتز بيها، دي الراجل الخلوق كابتن خطيب، الاخلاق والفن، محمود الخطيب، الاثنين قليل قوي اما لاعب ياخد الصفتين دول، مش ياخدهم ايه شكلا حقيقه. انا قربت منه وشفته ومتابعه، اخلاق على اعلى اعلى مستوى، بالاضافه للفن، مش محتاج ان انا اقول بقى الخطيب ايه. ربنا جمع فيه الصفتين دول. الصورة دي كانت في استاد اسكندرية، كانت في استاد اسكندرية، استاد اسكندرية. الاهلي، وبعدين هو كابتن طبعا الاهلي، وانا يعتبر كابتن الاولمبي. الحكم اللي في النص، قلت لي ان الراجل اللي في النص ده ليه قصة مع كابتن فاروق. اما كنت بلعب في الدرجة الأولى، قال لي في اللعبة واحنا بنلعب، قال لي خلي بالك انت هتمثل منتخب مصر. كلمة منتخب مصر دي كان زمان مش واردة في الدماغ. منتخب مصر دول فئه منتقاه. منتخب مصر ازاي تروح منتخب مصر؟ ده هو اللي تنبأ ليك، هو تنبأ. وقد كان 20 سنه كنت في منتخب مصر.